السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم بطبخة جديدة. طبختنا لهذا اليوم هو دجاج محمر بالفرن على تمن مشكل. مكونات هذه الوصفة، طبعا حاولت أختصر لكم شوية بطريقة العمل على مود الفيديو ما يصير طويل وممل. مثلا هنا الجزر قطعته وسلكته بدون أي إضافات، قطعته وسلكته. مكعبات من البوتيتا أيضا قطعتها وسلكتها. بازاليا، هنا أنا حمرت صنوبر ويا الكشمش، حمرته بشوية زيت على النار. راس بصل كبير قطعته مكعبات وسط حجمها وأيضا قليتها. كوب شعرية. تتبيلة الحشوة هي ملح ونومي بصرة مطحون وملعقة بهارات مشكلة، 7 بهارات مشكلة. هذا أول جزء من الطبخة اللي هي الحشوة. هذه مكونات الحشوة. نيجي لمكونات الرز. غسلت كوبين تمن بسمتي، رز بسمتي، ونقعته لمدة نصف ساعة. تتبيلة التمن أو الأشياء راح نخلطها أثناء طبخ التمن، شوية كركم وبهارات مشكلة وملح، إضافة إلى مكعب ماجي، سنين ثوم كبار قطعتها شرائح، و3 حبات هيل. هذه مكونات الرز. بالنسبة للدجاجة، نقعتها بصلصة قبل بيوم من البارحة بالليل، أنا نقعتها بصلصة. مكونات الصلصة هسه راح تظهر لكم في فيديو آخر. مكونات التتبيلة اللي تبلت بها الدجاج: الملح، ليمون دوزي، كمون، بهارات مشكلة، 3 سنون ثوم قطعتها شرائح، شوية فلفل أسود، ونعناع يابس مطحون. راح أضيف لهاي التوابل زيت الزيتون و3 ملاعق طعام لبن وأخلطها سوية. ضفت اللبن، هسه راح أضيف زيت الزيتون وأخلط. صارت بهالشكل هذا مثل المعجون. هسه راح اغطي بيها سطح الدجاجة. غطيت الدجاجة هسه تغطية كاملة. هذه سووها قبل بيوم، هذه الخطوة قبل بيوم، حتى ثاني يوم مجرد بس تشوون الدجاجة وتلتهون بالتمن والحشفة مالته. هسه اول شي ابدي اسويه ادخل الدجاجة للفرن. تبقى بالفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 180. دخلت الدجاجة، دخلتها للفرن، حطيتها على سباية الشوي وحطيت جواها تبسي بمي، وراح اتركها لمدة ساعة بالفرن. افتح بس الشواية جوا، ومن اريد احمرها وتستوي افتح الشواية فوق. راح أبدي هسه بتحضير الحشوة. أخلي شوية زيت وأضيف الشعرية وأبقى أحركها بهالشكل هذا، لأن بسرعة تتحمر وحتى ما تحترق. أبقى أقلبها بهالشكل هذا إلى أن تصير حمرة. كمية الشعرية طبعا حسب ما تحبون، أكثر أقل براحتكم. كل شي بهذه الوصفة أنتوا تقدرون تتحكمون بيه. بدأ لونها يتغير شوية. استعد هسه اضيف لها شوية مي على مود تستوي عندي. اتركها شوية على نار هادئة تتهدى حتى اضيف لها باقي مكونات الحشوة اللي احنا محضرينها مسبقا. بهالمرحلة ادير بالي لانه حيتصاعد بخار. أضيف شوية ملح، مو هواية يعني، بعدين راح أرجع أضيف ملح للمكونات سوية من أخلطها. هاي كمية المي كافية. أنصب النار جواها وأقبضها على مود تتهدى. أشيكها كل شوية، بدت تستوي.
أرجع أغطيها إلى أن ينشف منها تماما. نشف ميها للشعرية، ضفت الجزر والبازاليا، البصل والبطيطة. أضيف هسه خليط البهارات المشكلة السبعة والملح والنومي بصرة. هذه التوابل انتو احرار باختيارها، اذا عجبكم تحطون غير شي براحتكم. اديرها على كلها وهسه اخبطها سوية على كيفي. الريحة بدأت تصاعد، طبعا ما اوصف لكم فشي. هذه الحشوة تقدرون قبل بيوم تسووها، يعني للنساء اللي عندهم دوام او اللي عندها مثلا مناسبة وما تفحت كلها بنفس اليوم، تقدرون تعدوها قبل بيوم وثاني يوم بس تسوون التمن وتشوون الدجاجة. صراحة اتركها سوية على نار هادئة خمس دقائق. بس ملاحظة، اكو يحبون يحمسون الجزر ويقلوه قبل ما يضيفون الحشوة، براحتكم بس يروح طعمه. أنا بنظري يروح طعمه، إذا أنتم حابين تقلوه شوية أو تنطوه حمسة براحتكم، بس خلوها هيجي صحية أكثر، لأن يعني هي أصلا هاي الأكلة دسمة. دي هسه أحضر التمن، أضيف شوية زيت جدر وأضيف شرائح الثوم اللي هي عبارة عن 3 سنون ثوم أو سنين حسب رغبتكم. ضفت وياها مكعب ماجي فتفتة. ما اريد اني اقلي الثوم، على مود نكهته ما تروح. راح اضيف التمن اضيف هسه 3 حبات هيل، طبعا تعطي طعم كلش طيب. واضيف هسه مزيج التتبيله مالت التمن اللي هي ملح وبهارات مشكله، 7 بهارات مشكله هي تنباع هيجي، والكركم. وايضا انتو احرار بتغييرها، يعني ممكن تضيفون شويه زعفران اذا عندكم، يعطي لون ونكهه كلش طيبه حسب رغبتكم. اقلب بهالشكل، اضيف المي، كمية المي بحيث تغطيه، لان هذا نوع التمن بسمتي. اتأكد انه ما عندي شي لازق بالجدر. هسه صار جاهز، انتظره ينشف يمتص مية وبعدين اهدي. اغطيه لمدة 5 دقائق بس اراقبه كل شوية، ارجع انطي تقليبه اوكي الى ان ينشف مية تماما، وبعدين احط جواه الدارة واخليه على نار هادئة فالثلث الى نص ساعة. بدأ ينشف يمتص المي مالته، انتظره دقيقة واحدة بعد واحطه على الهدارة. هسه التمن تقريبا خلاص والحشوة ايضا جاهزة، تبقى بس عملية التقديم. 1 2 3. طبختنا صارت جاهزة وبهالشكل البديع هذا، طبعا ما تتخيلون الريحة شنو، تحفة تحفة. ان شاء الله تجربون التتبيلة والطريقة وتعجبكم. اذا عجبتكم الوصفة ارجو انه تعملون اشتراك او سبسكرايب بقناتي على اليوتيوب، اسمها من بغداد ومكانكم خالي. الى اللقاء بطبخة جديدة.